هو تصدير العقار ده شيء مهم جدا في مصر، واحنا فعلا محتاجين تصدير عقار. هو انا شايف ان في مشكله في مصر عندنا كان برودكت كواليتي، ما بتقدرش تنافس تصدير العقار زي الدول اللي بتنافس. محتاجين شويه فاسيلتيز من الحكومه فده بيساعد في تصدير العقار، الماركتنج الحقيقي للبرودكت بتاعنا. بس كمان عندنا ميزه مش موجوده يمكن عند الناس اللي بتنافسنا، سواء احنا عندنا البرايس لسه غالي جدا على المنافس، فاحنا البرايس عندنا كويس جدا مقارنه بيهم، بينقصنا ان المشروع ده فكر ده بيت، ودي انا عايز احملك المسؤوليه بتاعتها ونحمل الناس ان احنا نقدر نعمل فلتريشن حقيقي للي هيساهموا ان المشروع يبقى فيه كريديبيلتي حقيقيه، فيزيبيلتي ستادي حقيقيه. احنا بنلوم على البروكر اللي بيبيع حاجه مش مظبوطه، كمان احنا عايزين احنا ما نبيعش حاجه مش مظبوطه، فيبقى في امانه حقيقيه. ويمكن ده رد ان احنا نعمل فلتريشن للبرودكت الملموس كويس، خصوصا معظم المستثمرين اللي معانا يمكن عندهم كوميرشال بروجكتس، ودي محتاجه تبقى فيها كريديبيلتي في الكونستراكشن، في الفيزيبيلتي ستادي، في البروبرتي مانجمنت هيتم ازاي، في البراندنج والالوكيشن والتنت ماكس اللي موجود، كل الكلام ده احنا عارفينه كلنا، بس ازاي نقدر نوصل البرودكت ده لان اول مشروع هيتم كويس وهينجح، بدل ما يبقى احنا بنعمل يعني هيت اند ران بس وناخد مستثمر واحد، هناخد مليون مستثمر لانه نجح في المشروع الاولاني والثاني والثالث. طبعا باكد على كلام يعني شيخ المستثمرين زي ما قلنا الباشمهندس صفحان ان الخروج هو فعلا اهم حاجه، والعقد اللي ما فيهوش افراد ده العقد مش مظبوط ومش سليم، فهو لازم فعلا سهوله الخروج، وممكن تبقى باشكال تعاقديه عده وفعلا بمساهمه في اصل المال الشركات. واخيرا هو ان انا برضه باكد على ان احنا نعمل فلتريشن حقيقي للمستثمر اللي هيطلع، لان انت بتسعى للاستمراريه واستدامه ونفضل موجودين دايما هناك في السوق، فالتجربه تنجح مره واثنين ثلاثه. وشكرا لوقتك.